الحب بقلبي يكوي نار وأشواق، والحب بقلبي يكوي نار وأشواق. يا نهواك يا هشومة، وعتيني بالكذوب، خديتيني نفنا وندوب، ضيفتيني على الرنب والرنب بايته في الدومة، سقيتيني كاس عجب، اش درتي فيه يا هشومة؟ الدقة جاتني من يديك ولا جاتني من عينيك؟ عينك فيهم شي سر بير وغارق يا هشومة، انت يا معشوق زمين وانا يا موصوم مسكين. ترى حبال الغوص قصة صديهم صاج، ويا ليتني دهينة ودهن ديهم صاج، ويا ليتني خيمة وظلل عليهم صاج. وحياة جناحك عنا يا ست الكل، خير تضلك وتفوحي ياسمين وفل. كل عام وانتي حدي منو بعام، بحسو يومين ثلاثي بسرعة بفل، بحسو يومين ثلاثي بسرعة بفل. هلا الشعر حلو عمودي ونسر، بس الزجل تحسين الواحد هو عم يقرأ ينشد ويرقص رقص أكثر مما أنه ينطق الكلمات. فالله يرحم تراب جدتنا الخنساء اللي كانت أول زجالة في تاريخ المرأة. يعني ما شاء الله. على سيرة الجدات فرح، عرفت أنه يعني حبك للزجل وأنه امتهانك لإله هو صحيح. بلش من جدك ومن ثم إلى والدك وانتقل هذا الشغف لإلك. أنا أول ما خلقت بسمع شعر وزجل من خلال بي وجدي، وعائلتنا أصيل بهيدا الفن، وحتى ضيعتنا مشهورة ومعروفة بهيدا النوع من الفن، وكان يقصدها شعراء كبار. وأنا بما أن أخذ الصوت الحلو من أمي، هيك من أنا وصغيرة واعية على دندنتها الحنونة، فأديت على مواقع التواصل موشحات بي الغزل وانعرفت من خلالهم. وهلأ أنت يعني متابعة ومستمرة في فن الزجل، وهلا انت بتكتبي الكلمات ولا عم تعتمدي كلمات جدك ووالدك؟ لا انا ما بكتب الكلمات، وانا بنوع على طول بفني، يعني ما بركز بس على نوع معين. طب هي الكلمات عفوا من التراث اساسا او ارتجال او ارتجال؟ لا هو كلمات بي افضل شيء يعني. ايه اكيد. جانين اللي شافوكي عقلوا من سنين، والعقال اللي حبوكي صاروا مجانين، والعقال اللي حبوكي صاروا مجانين. حلوي والخصر بيلوي قبال المشتاق، والحب بقلبي يكوي نار وأشواق، والحب بقلبي يكوي نار وأشواق. أنا بالورق عم بعمل دف يعني هو بده دف الزجل، بده دف الحلو فيك بالضبط. الحلو فيك أن عمرك صغير ما أخذتك الموسيقى الحديثة أو النوع الحديث من الفنون. بلا أكيد. أنا هيدا كنت عم أقوله أنه أنا بنوع بالفن وبغني كل شيء، يعني الجديد جميل. والقديم كمان عندنا فرح، عندنا زهور. لا ما يا زهور، أهلا وسهلا بكم. هو من اللي سمعت الزجل في غرض العشق جاتني مجنون هشومة. يعني أنا امرأة وأتغزل بالمرأة، وسأقول لكم السر ليش أنا مرأة متغزل بالمرأة. حلو. ناري وناري على هواك يا هشومة، وعتيني بالكذوب، خديتيني نفنا وندوب، ضيفتيني على الرنب والرنب بايته في الدومة، سقيتيني كاس عجب، اش درتي فيه يا هشومة؟ الدقة جاتني من يديك ولا جاتني من عينيك؟ عينك فيهم شي سر بير وغارق يا هشومة، انت يا معشوق زمين وانا يا موصوم مسكين. عفوا. ارتاحي خبرينا السبب اللي عم تقولي امرأة تتغزل بامرأة، ونرجع نكمل الزجل. ماشي. فضل. يعني انا كتبت قصيدة، هو يعني ديوان او لكتيب فيه قصيدة واحدة من 64 صفحة، هي قصيدة مجنون هشومة. يعني انا اتكلم بلسان المجنون الذي يتغزل بهشومة. وكان فيه لقاءات وسولوني الناس، استغربوا كيفاش انا مرة ونتغزل بالمرأة.
فقلت لهم بأن السر بسيط وواضح جدا، يعني مهما تغزل الرجل في المرأة ومهما قال لها من كلام جميل ومهما قال لها من أشياء جميلة تبهجها، لن يصل إلى أن يقول ما تريد أن ما تسمعه بتحس هي. بالمرأة إلا إذا المرأة. أنا تمام أقول ما هالمتطلب. أريد أن أسمعه أنا كامرأة على لسان الرجل، جميل يعني جدا. أنني أعلمه كيف يكلم المرأة وكيف يغازلها. فكرة حلوة. أنا يعني حابة أعرف هو شو هي سمات فن الزجل؟ يعني هو بماذا صحيح. يتميز عن الشعر العادي؟ لكن الزجل بدنا نرجع نفكك كلمة الزجل، الزجل هو الصوت، وإذا بتعرفون بالتاريخ يا بنات الحمام الزاجل ليش كانوا يسموه زاجل؟ لأنه كان يعطي، هو يوصل الرسائل، بس زاجل لأنه كان عنده صوت خاص في اللي بيسمعوه للحمام الصوت ويروح فيه، فبيروح يعرف الصوت، فهو فن الصوت، طبقات الصوت، يعني الطلوع النزول. الزجل هو النص الشعري الوحيد الملحن، هو موزون ومقفى وبنفس الوقت مع موسيقى. يمكن واضح. اكيد فن الزجل هو اول شيء انا بعرف انه اجى على لبنان عن طريق الرحاله والقبائل اللي كانوا يتنقلوا من منطقه لاخرى يفتشوا على الطقس الحلو وتواجد المي، كان يكون في مثلا شخص بيناتهم صوته قوي يقول زجل حتى ما يتعبوا رجال القبيله هن بمشوارهم، فكانوا نعم. يتناغموا بصوته، والحوارات بدت يعني كان يكون في شخصين مثلا بيقولوا زجل، يعني واحد يطلع برديه تاني تعجبه يرد عليها، فمن هون بلشت الحوارات والتحديات وارتجاليه اكثرها. صحيح مزبوط. طيب فيكم تعملوا شيء؟ ما هذا انا اللي بدي اعرفه قبل إيه؟ ما انت قلتي قبل شوي وقت سالتك يسرى انه هي الكلمات كلمات والدك، مزبوط. بس انا اللي بعرفه انه الزجل كثير بيعتمد على الارتجال، يعني مثلا بناء على اللي عم تقول لك يا فرضا هلا نوال، انت من محتوى ما تقول لازم تردي عليها، إيه؟ فكيف انا كيف اذا محافظه الكلمات من قبل؟ لا انا يعني انا لانه عم اقول لكم انه انا يعني من عائله فنيه حفظت مثلا تحفظ كم نوع بس إيه قادره بس على الارتجال. لا لا الزجال شوفوا انا شاعره ولست زجاله، يعني الزجل بده بنفس اللحظه انت ما ممكن الشاعر الزجال بدها تكون بديهه يعني حاضره حاضره بشكل انه هيك على يمكن ظهور، لانه هي الزجالة المزبوطة بالحلقة. خبرينا قديش أنت بنفس اللحظة تقدري تقولي الشعر. هو ممكن كاين ناس عندهم هاد القوة أنهم يقولوا شعر في الآن وفي اللحظة دياله، لكن بالنسبة للزجل مش دائما ارتجال، ممكن يعني قصيدة تكتبيها أو تقوليها، هو شفاهي أولا، هو الزجل شفاهي. الآن كندونه كنكتبه لأن كاين وسائل الكتابة وكاين وسائل التدوين، أما هو كيبقى شفاهي، يعني دائما الأداء ديالو كيكون بالصوت، ماشي من الضروري يعني كل الزجالة يديروا هذه الكتابة الآنية. هناك يعني زجالين اللي عندهم هذه الخصوصية ديال أن تكون الكتابة آنية، ولكن غالبا ما كتكون فكرة وتولدات ومن بعد تتحول إلى قصيدة مطولة بأفكار، ولكن هذا الارتجال ممكن يكون في بيتين ثلاثة أربعة على الأكثر، لكن أن تكون قصيدة مطولة لابد أن تكون كتابة وأن تأخذ وقت. بالنسبة لي أنا يمكن نرتجل في الحين قصيدة، وغالبا ما نكتب القصيدة ديالي دفعة واحدة، وبعد قراءة اثنين ثلاثة أحفظها عن ظهر قلب وأؤديها عن ظهر قلب كأنها مني وهي فعلا مني، ولكن ليس دائما الارتجال الزجل هو الارتجال وفقط، لا، هو جميل جميل. نوع من الكتابة، نقول الكتابة العامية يعني باللغة اللي نتكلموها اليومية، ولكن ليس كل كلام يومي هو عبارة عن زجل. أوكي واضح. هناك كما أن كل متكلم باللغة العربية المعربة يعني الخاضعة للقوانين هو شاعر يتكلم اللغة العربية، ولكن أن يكون شاعرا لا بد أن تكون له القدرة على الكتابة. كذلك الزجل يتكلم تمام. الدارجة اليومية، يتكلم اللغة اليومية يوميا، ولكن ليس كل متكلم باللغة العامية قادر على أن يكتب قصيدة
زجلية. تمام. عندنا في المغرب النظام، نقولوا النظام في المناطق الأمازيغية، هادو النظام يرتجلوا، يعني واحد يقول الفكرة والآخر يرد عليه، يتسمى النظام. لكن الزجالة أو الزجل هو شعر باللغة العامية. وعلى فكرة الأخت اللي ذكرت بأن كان يصاحبوا الرحالة، احنا عندنا كذلك اسمهم عبيدة الرمى. ما معنى عبيدة الرمى؟ يعني الخدم للرماة. الرماة كانوا يخرجوا للصيد، كانت تشمعهم فرقة عبيدات، يعني من العبيد الخدم. تمام. الزجل، الزجل اسمه بالكويت الزهريات. الزهرية تحكي لنا. الزهريات عندنا الأهازيج اللي في الغالب ترتبط عفوا في مناسبات. طبعا احنا مثل شبه الجزيرة العربية كان معروف بالتاريخ سوق عكاظ اللي كانت تصير في مناظرات شعرية ارتجالية شعرية. ولكن وانا قاعدة ابحث عن الحلقة عن التراث، طبعا الزهيريات للأسف انا ما حضرت زهيرية، ولكن في أهازيج كان فيها صورة جدا جمالية. تمام. واللي كانت تأديها الامرأة، لأنه أنا للأمانة في سؤال بعدين بطرحها للكل، شو تسمى الامرأة اللي بتأديها؟ ما أنا هذا اللي أنا بتكلم فيه. أنا سمعت إن الزجالات، وأنا كنت أفتكر إنه هذا فن حكرا على الرجال، لم أكن أتوقع. ولكن وأنا أبحث لقيت إنه في الكويت في طقس معين، إحنا أهل غوص، نروح البحر على البحر ناخذه اللي هو صاحب المركب، يشتغلون عند البسطاء الكويتيين قبل النفط. تمام. فيشتغل عنده غواص. تمام. ويروحون البحر 6 شهور، فكانوا يتجمعون النساء عند البحر بعد ما يمر شهر ويقولوا أهازيج الرحلة، يروح يقولون أهازيج، يخاطبون فيها البحر لإعادة أزواجهم. يس. ولقيت أنه كانت لازم اللي تقول الأهازيج هذه لازم تمتاز الأمرأة هذه بالقوة وبالصوت القوي وبالشجاعة، لازم لها مواصفات معينة. أوكي. علشان تقول برأيك من هون انبثق فن الزجل؟ لا لا. عند النساء، لأنه الملاحظ يسرى أنه نحن منظن أنه هو بس للرجال. أنا هلأ اليوم أنه عم نكسر هاي الصورة النمطية أنه لا، أنه في زجالات هو جزء من منظومة الشعر، من صحيح. الأدب. أه. والشعر يعني المرأة والرجل على حد سواء، يعني قالوا الحمد لله هاي الشغلة الوحيدة اللي ما بيها ذكورية. بس الفرق نوال إنه الزجل يحتاج حالة، يعني على الزجال أن يقف ويلقي في الجموع ويكون ضمن مناظرة، لهيك المرأة الشاعرة قد تحتفظ بالشعر ضمن الجلسات الزجل الخاصة. بمنظومه اللبناني، يمكن تعرف صديقتنا إنه هنا في زغلول الدامور، في طليع حمدان، في شحرور، بس ما قليل أنا ما سمعت عن أنسات ترتجل الزجل. وربما إن سمحتوا تفضلي، هو ربما صناعة الثقافة وصناعة الحرف وصناعة الكلمة، المرأة بارعة فيها، فقط أن واحد الوقت ما كانش هي عندها المجتمع هو السبب الخروج ديال أنها تخرج. حتى أن الحكايات الشعبية هي من نسج خيال المرأة، ولكن الرجل هو الذي كان يصور. ألف ليلة وليلة، شو ألف ليلة وليلة؟ هي أم الحكاية الشعبية. نعم. ألف ليلة وليلة هي أصل الحكاية الشعبية، كلها قيلت على لسان المرأة شهرزاد، يعني المرأة هي الحكوات الأصل، لأن هي اللي تكون في البيت، المرأة الأم الجدة الخالة. ولكن هذه الفكرة ديال أن ما كاينش خروج للإبداع النسائي، لأن المرأة ما كانش كتخرج، كان الرجل كما أنها كتصنع في البيت الصوف وتصنع المأكولات والرجل يسوقها، كذلك الثقافة هي تصنع الحكاية وتصنع القصيدة وتصنع أشياء كثيرة، ولكن الرجل هو الذي يخرج لتسويقها. زهور بس إن أما الآن وبفضل بلاتي واحدة دقيقة، كانت واحدة السيدة صرت أترجم معها بالمغربي كانت تريد تقول لنا يعني شيء من اللي حبوا يقولون إنه خذات وقطعناها ما أكملتي لنا الفكرة. تفضل. فاللي كنت قاعدة أقوله أنه لازم لها كاركتر معين اللي تقود هذا الحدث أو هذا الطقس. تمام. اللي كان يصير بعد خروج الغواصين إلى الغوص بعد مرور شهر واحد. ف
فكان الشوق يبتدي اللي مودعة ولدها رايح، اللي زوجها ينتظرون 6 شهور وعليهم أن عليهم الفترة هذه يعني عندهم مبلغ بسيط يعتاشون منه إلى أن يعود. فكانت يخيفون البحر، لازم اللي تخيف تخوف البحر تكون امرأة قوية. فمن الأشياء اللي تنقال طبعا مع الاعتراض للتراث لأن صوتي نشاز، فتقول توب توب يا بحر توب توب، هدي يعني توب توب يا بحر، 4 و5 ظهر ييبهم يا بحر، ييبهم ييبهم جيبهم ييبهم، هات عيالنا يا بحر. وكانت لما تبي كأنها تترجى النوخذة اللي هو التاجر قائد المركب، قائد المركب اللي كان من وجهة نظرهم طبعا الغواصين اللي يسحبون الحبال في منهم وفي منهم اللي يغوصون. فكانوا يقولون يا نوخذهم لا تسلط عليهم، قولوا صاجة قولوا صاجة يا نوخذهم لا تسلط عليهم صاجة، ترى حبال الغوص قصة صديهم صاجة، ويا ليت ندهين ودهن ديهم صاجة، ويا ليتني خيمة وظلل عليهم صاجة. هذه هي واحدة من الأهم. لا لا لحنها حلوة. مع الاعتراض للتراث. جميل جدا، فرح يعني واضح وملاحظ دائما عن فن الزجل انه مرتبط بطقس اجتماعي، طقس مجتمعي بيجمع ايام افراد الضيعه الواحده، افراد المكان الواحد ضمن ماكولات معينه وحاله من الفرح والصخب، ومرتبطه بالمناسبات، فهو له جانب متعلق بالعادات والتقاليد والطقوس المجتمعيه. كل مناسبه لها وقتها ولها موضوعها. هلا انا لما بلشت بهذا الفن اخترت النوع الاجتماعي الغزلي وأديته بطريقة هيك ناعمة، لأنه أنا كل ما كان اللحن قريب على غنية أكتر كل ما أنا برتاح فيه، لأنه بأديه بصوتي براحة أكتر، يعني كل ما كان مثل دلعونة وميجنة بقدر ارتاح غني فيهم أكتر. بنقدر نسمع هيك شيء منكم سوا نوال وفرح؟ يلا قولي وأقرأ أنا يلا. كمان طيب يلا. رح غني على عين موليتين. يلا على عين موليتين واتناعش مولاية، جسر الحديد نقطع من دوس رجلاية، وعلى جسر الحديد بكيت والشمس حرقة، يا دلي شو رح توجيت وعيوني مشتاقة. الله عليك، برافو يا فرح. يا سلام نوال رجي، يلا انتقلنا الطرب وصل عندها على الرباط. يلا رجي يا زهور، ممكن تقولي لنا شيء مرتبط مثلا بمناسبة معينة أو الظروف اللي تقولون فيها النوع هذا من الزجل؟ نقول الزجل في جميع الظروف، عندنا جميع الأغراض، كما في الشعر هناك أغراض، كذلك في الزجل هناك أغراض، هناك الغزل، هناك يعني المسائل الاجتماعية، يكون في البكاء الرثاء على الميت. بالنسبة للكتابة ديالي أنا يعني واخدة واحد القسط تقريبا 80% من الكتابة على حقوق المرأة بطريقة فنية وممسرحة. مثلا قصيدتي لكنت البراد لقامة، هذه يعني العنوان من خلال العنوان كتشمي رائحة التحدي. احنا عندنا في الثقافة الشعبية المغربية السينية والشاي شي حاجة مهمة جدا، إذا خديت على سبيل الاستعارة البراد يعني هذا اللي نحط فيه الشاي، والإقامة هي الأشياء التي نضعها داخل البراد. فأقول للرجل إن كنت أنت هذا البراد فأنا هذا الإقامة اللي داخل البراد، يعني كيناش الأتاي والنعناع، كتكوني الأتاي والنعناع الأشياء تسمى الإقامة، يعني البراد كآنية لا يصلح لشيء إن لم يكن فيه هذه الأشياء اللي هي الإقامة. ونقول له بغيتك برادي يعني أنا اختارتك. وهنا نتكلم على حق المرأة في الاختيار وحق المرأة في أنها تصرح
بالعاطفة ديالها. ما شاء الله كل هذا بتقدري تحفظيه عن ظهر قلب يعني. يعني جميل جدا. هذا اللي قلت لك الآن هو 5% من قصيدتي إلا كنت البراد اللي قام هذه، لأنها كنكتب أنا المطول يعني كتيب تكون في قصيدة واحدة من 60 ولا 70 صفحة. بالضبط. أنا بدي أسألك إنه مواضيع الزجل هل هي يعني هي أي نوع من المواضيع تتناول؟ هل هي حكرا على مواضيع الحب والغزل أم هي تتنوع بين السياسي والمجتمعي و أكيد أكيد تتنوع، ونكتب في السياسي ونكتب في الاقتصادي ونكتب في الاجتماعي ونكتب في العلاقات صحيح. الدولية ما يسمى الأغراض الشعرية تسمى الأغراض الشعرية يا زهور الشعر تمام. عنده أغراض وتترافق مع الموسيقى والموسيقى عامل أساسي يرافق صحيح. الزجل لا، عندما تتحول إلى 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 غناء تسمى أغنية، وعندما تكون قصيدة كما ألقيها الآن تسمى زجل. تبقى زجل. إذن الزجل هو كلمات بأغاني صحيح. وهناك من ينضم مباشرة مثلا كاللي سميتهم أنا عبيدة ترمى، يعني ينضموا مباشرة بالغناء بالغناء، ولكن نسميهم احنا يعني مغنيين أكثر من نسميهم زجال. الزجال الجوهية بلاتي واحدة دقيقة كنسول. مثل ما حكت زهور يعني تعرف يسرى والزهيري والأبوذية والعتابة هي كلها نصوص شعرية خالية من الموسيقى. الموسيقى أنا لاحظت ترافق الزجل اللبناني واللي هي أغلبها شو اسمه الدف والرقهن اللي رافقوا تمام. عندي سؤال طرى على بالي الحين، كعلاقة المرأة مع الشعر أو الزجل وكذا، تذكرت مناغات الأم لولدها إيه؟ بطريقة شعرية علشان إيه؟ تنوم في أهل بغداد الهدهدات دللو الولد يا ابني، وطلعت بعدين دللو أساسا كلمة سومرية من اللغات أصلا القديمة صح ولدي أو حبيبي الوحيد أو ولدي الوحيد. إذا هل هذه نقدر نعتبرها نوع من أنواع الزجل؟ طبعا كل مفردات الحزن بالعراق وكل مفردات اللي هي تقال بشجن عاطفي كثير، الشجن السومري اللي هو أساس الحضارات وأمها وأبوها، دللول يا الولد يا ابني، دللول دللول قالوا وعليل وشنون قفي دللول تشانا وعليل وهلك ساكن التشول، هيتشي التشول اللي هي كمان كلمة سومرية وأي الفلا الفلا. فرح، هلأ بعصر السوشيال ميديا والأنواع والأصناف الفنية الجديدة، هل بتعتقدي بلش ينحسر جمهور الزجل؟ هل هذا الفن بلش يتراجع؟ أكيد هلأ جمهور الزجل بعده موجود، بيّن أنه بكل قوية بعده موجود، بس طبعاً تراجع عن قبل لأنه بالحقبة الأولى كان ما في فن إلا الزجل، كانت كل الناس تروح تتجمع محل ما في زجل. فبعدين مع الوقت تقسم وتنوع الفن، يعني صار في موسيقى حفلات مسارح وغيرهم، فصارت العالم تروح تختار الشيء اللي بتميل له أكتر، فأكيد تقلص وقل جمهور الزجل، بس طبعاً بعده موجود لهلا. بس كانوا يسموه القوالين كمان ملاك، كانوا يسموه القوالين القوالين اللي هن مجموعة يدوروا من قرية لقرية ويقولوا فيها شيء وأهل القرية يقولوا لهم شيء يرجعوا يروحوا على القرية. والملفت نوال أنه عادة الزجالين أنا كنت لاحظ أنه دائماً هن كبار بالعمر، المميز بفرح اليوم أنه هي صغيرة. أول شيء أنثى سيدة وبنفس الوقت هي شابة تمثل، يعني عم تكسر لنا الصورة أنه لازم يكونوا إنه كبار، أنه لا شباب وإناث. الزجل تراث، حتى بعرف أنه الزجل كان يستخدم حتى بالهجاء، بحالة الهجاء بين شخصين أو بين ضيعتين أو بين فريقين صح. فكمان هي هيك جانب خاص مزبوط. بالزجل صح؟ وطول مواضيعهم بتختلف، يعني مثلا إذا حدا عم يتناول موضوع النهار الشخص الثاني بيرد عليه موضوع الليل، يعني بيكونوا عطول دائما في حالة تضاد صح. الزجل هو أدب قديم
واللي هو إجا من قبل الإسلام، لكن الأندلس إذا بدك بمكان معين الأندلسيين هن اللي أضافوا للأدب وصاروا يتنقلوا فيه من مدينة إلى مدينة ومن قرية. ومثل حبيبتنا زهور، شو خبرينا قبل ما نختم عيد الزجل كتير بالمغرب؟ طبعا الآن أصبح له قيمة أكثر وحضور أكثر، لأن هناك مهرجانات على مستوى وطني وعلى مستوى إقليمي ومحلي. هناك مهرجانات خاصة للزجل، وزارة هي المهرجانات هي اللي بتعيد بالضبط، هي اللي تخليها باقية هي مستمرة. يعني مهرجانات كثير على مستوى الأقاليم، ومهرجان وطني تنظمه وزارة الثقافة المغربية على مستوى كل سنة، ويكون في دائما. والوزارة حريصة على أن دائما يكون تقريبا 50% من المشاركين هما من الشباب، يعني ماشي دائما الأسماء، وحريصة على أن الأسماء اللي يعني تمر سنتين ثلاثة ما تمرش مرة أخرى إلا بعد سنوات، حتى تكون الفرصة للجميع وتكون فرصة بالخصوص للشباب. الشباب أصبح يهتم بالزجل بشكل فظيع، ويكتب في مواضيع مهمة ومواضيع في جميع الأغراض ومواضيع جريئة. والحضور ديال المرأة أيضا أصبح كبير، حتى أن في بعض المحطات نجد عدد النساء أكثر من عدد الرجال الحاضرين في محطة زجلية. يعطيكم العافية صبايا، سعيدين فيكم. شو هالحديث الحلو هذا، جد موضوع جميل. أنا من معجبين الزجل جدا، وبحبه جدا، ودائما بدور عليه. وسعيدة إنه عرفت إنه فرح يعني هيك متابعة هذا المشوار. حاملة المشعل حاليا فرح. وحتى عسلامة يا زهور، عسلامة. شكرا لكم جميعا. شكرا لك.